ما المستهدفين يعني احنا؟ يعني انا دار ابي ثقافتي في الطفل ده، لا بد من انه انا اشتغل لي حاسه، وهو قاعد يشوف حاجات ثانيه بالمناسبه بالضبط، لشعوب ثانيه لشعوب مختلفه بالضبط. لكن مهم انك كمان تجذب عليك انت، تقدم له ثقافتك انت، ثقافتك العربيه، ثقافتك مثلا السعوديه، شيء من بيئتنا يعني، شيء من بيئتنا يعني. ايوه استاذ كمان، لانه احنا ما وفرنا له فبدا يفتر في البديل. صحيح كلام، احنا المفروض نخاطبه هو، احنا هسه كده يعني تجاهلناه، سيان كتاب سيان ممثلين متجاهلينه، فهو بيدور يعني معناه ده العقل الخصب اللي انت ممكن تدور عليه وتديه العمل، يعني تعرف الاسره كلها ممكن تجي عشانه هو. بالضبط صح كويس. وبعدين المخاطب المفروض تخاطب الطفل ده، يعني احنا طبعا احنا تعلمنا التمثيل ما احنا كنا اطفال بنجينا السينما المتجوله صحيح، بنشاهد والسينما بتمشي، احنا ثاني يوم بنادي نفس الادوار دي. يا سلام بالضبط. وطبعا كل ما تفتح ذهنه كويس وكل ما هو بقى خصب ومطلع وزي ما قالت ناهي، طفل الليله ما زي طفل امبارح، بيصعب على الكاتب لانه الكتابه للطفل يعني صعبه جدا، يعني الطفل بيستقبل منك كل شيء، الكبير ده ما بياخذ وبيدي معاك بالضبط، ممكن ياخذ الغلط، لكن انت لو غلطت ها في الطفل ده هو بشيلك. يعني حته مهمه احب اضيفها، يعني معايا الاستاذ عبد الاله طبعا موجود، من هنا بحييه عبد الاله المهدي، كان في دراستهم ركزوا على مجال في الدراسه ويمكن مشت دفعه اولى دفعه ثانيه، فجوا وقفوهم، يعني وقفوهم لانه حس انه ده بيخاطبوا الاطفال، بيخاطبوا عقول الاطفال دي.